تحدي النهارده جامد جدا كما طلبته، ونرجع تاني للتحديات الكبيره ما بين ندى وما بين النيره، علشان النهارده هيبقى تحدي من نار. انا قاعد واحده النهارده عشان مش هعمل حاجه، بحب التحديات. تسال الفريقين بقى قبل ما نبدا كده بالصلاه على النبي. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا هنا كده علشان خاطر احنا هنعمل قرعه. النهارده تحدي هيبقى ما بين النيره وما بين ندى، ان كل واحده تشيل فريق وتاكله ب 100 جنيه واحده بس في اليوم. الله كله. اكبر هالموضوع النهارده. هنبتدي الاول نديهم كل واحده. قبل ما نبدا حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان نعمل حفله الاربعة مليون ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل حفله الاربعة مليون هنا قبل ما نمشي. ادي 100 جنيه ندى، وادي 100 جنيه نيره. ماشي، ده كله هياكل ب 100 جنيه. كل واحده هيبقى معاها جزء مننا، يعني يتقسم ما بينهم. لا احنا لا، في قرعه، هعمل قرعه. ده احنا بنجيب فطار بس. انا عايز اقول لكم ان حظها هيبقى منين اللي هطلع معايا. مصاريف كتير هاكل ده لوحدي. طب انا عايز اقول حاجه، تحدي بين ندى ونير، صح؟ انا عن نفسي اللي هيعجبني وهلاقيها شاطره وظبطت لها مكافاه عندي. تمام. وهيبقى التقييم على اللي توفر او اللي هي تقدر ان هي بال100 جنيه ما تتخطاهاش وما تصرفش فوقيها، ان هي تعيش اليوم كله فطار وغدا وعشاء وحلويات وكل حاجه تقدر تعملها بال100 جنيه، ولا تعمل حاجات اكتر، واللي فريقها هيتبسط اكتر ويعيش يعني مبسوط وما يجوعش. هو الفريق ممكن يتبسط بال100 جنيه اليوم كله؟ تعجل. عايز اعرف انا ابقى مع مين. هات يا زياد القرعه اللي انا عملتها. اللي هيطلع في فريقي يعرف انه هيدوي الهنا. يا راجل كبير، تحدي كبير. ركزي بقى كده وبال100 جنيه كده اقعدي شوفي تقدري تجيبي ايه، بس بعد ما تشوف الفريق اللي معاك، لان ممكن يطلع لك ناس كبيره وممكن يطلع لك اطفال. ممكن يطلع لك انا محتاج ال100 جنيه. فكل واحده وحظها. دي القرعه اهي، انا حطيت هنا اسامينا كلنا ما عدا هم. كل واحده فيكم هتختار ورقه من دي هيبقى جواها اسم من اسامينا، ماشي؟ عشان تبقى عارفه مين اللي معاكي وانت عارفه مين اللي معاكي. خلاص، يا رب الفريق اللي هطلع معاه يكون كله عيال صغيره. يلا يا خالد، احنا بنجيب فطار ب 80 جنيه. اختاري الورقه واختاروا ايه. ورقه وقولي كده كل مين الحاج. زياد. زياد واحد كبير قوي جدي ده. وفاء صغيرة. والله يا حسن حوارات. ماما ندى محمد حمدي. محمد حمدي. الله اكبر. تحيا مصر. يلا اللي بعده. يا ترى هطلع مع مين؟ انا مع مين؟ يا ترى يوسف. يوسف تعال. يوسف ارمس هنا. يا روح يا رماس. كفايه يا ندى، كفايه. وانا هنا بلال. بلال حلو. انا مع مين؟ الحاجه. محمد حوارات مع ليه انا وراك وراك. لا احنا كده مش هناكل كده. فريق نيره اهو عشان ما تتلخبطوش. ده فريق نيره كده. كده فريق نيره وكده فريق ايه كبار. انا عايز اقول لكم ان شاء الله معانا ست بيت شاطره هنفرمكم. احنا هنفرمكم. خلي بالكم ان التقييم هيبقى بالفلوس. هنعد الفلوس، كل واحده تصرف كام من ال100 جنيه، ونشوف مين اللي هتقدر تكفي ومين اللي مش هتقدر تكفي ومين اللي هتستلف ومين اللي هتتجاوز. استنى، انا عايزاكم تقيموا مرحله مرحله، يعني في مرحله الفطار مين اللي هتكسب، ومرحله الغداء مين اللي هتكسب، ومرحله الحلو مين اللي هتكسب، عشان نشوف مين اللي هتظبط. ولو قدرنا ان احنا نوصل لمرحله العشاء قول لنا مين اللي هتكسب برضه. تيف على كده بقى حاجه كمان ما قالتهاش ام ندى. ايه الفرق بين الاكل ده والاكل ده؟ لازم يبقى مميز. مش شرط تاكل بس، لا يبقى حلو كمان. بالظبط، يعني ما تنشفيش معدتنا. ان شاء الله عليك. ان شاء الله عليك. طب انا عندي سؤال يا حمد. ممكن اساعد نيره في الفلوس؟ لا ما ينفعش. انا مش عايزك تساعديني ولا في الاكل. ما ينفعش ولا في الاكل ولا في النيره. واحد غيره نساعد ندى. وكمان خلي بالكم، هو عشان مطبخ نعرف واحد ناكل. لا هو مطبخ واحد موجود هنا، مطبخ جوه، وهنعمل مطبخ تاني هنا. بس انا شايفهم عايزين يبقوا مسؤولين وعايزينهم هم اللي يبقى هي المسؤوله. انا مش عايزه حد يساعدني. هي تبقى مسؤوله عن الفريق. انا كنت عايزه اساعدك. لا احنا ناكل على الجاهز. هناكل على الجاهز. نشوف كل واحد قدراته قد ايه. النهارده بتلعبي باسم مصر، باسم الستات الشاطره. البلدين لا، الشاطرين بس. ماشي، مين تختار المطبخ اللي هنا ومين تختار المطبخ اللي جوه؟ انا هختار اللي هنا عشان نبقى في الترابط. ماشي كده، احنا فريق الجنينه هنسمي نفسنا فريق الجنينه، وهم يبقوا فريق ايه؟ فريق المطبخ. يبقى فريق المطبخ ضد فريق الايه؟ الجنينه. ماشي، ما انا كده هاخد نيره
بما ان انا معايا هاخد نيره واروح اجيب الحاجه اللي هي محتاجاها. وانت يا محمد خد محمد او حسن ياخد ندى. انا هاخد ندى اروح اجيب، بس انتوا عليكم المطبخ تجهزوا، ما حدش يطلب مساعدين. انا يا ابني هروح مع نيره على المطبخ عشان نختصر وقت. انت خد نيره وهو ياخد حسن، وانا عموما مجهز الاماكن. ماشي يبقى محمد انتوا جهزوا الايه، هنجهز الاماكن احنا. جهزوا لها مطبخ هنا كامل من مجاميعه، حلل بس لو غششت اللي معاك هنغشش لا اغششها في ايه؟ ما رضيتش هي معاها 100 جنيه هي ما رضيتش قدام الكاميرا. ماشي اهو ازاي يا خالد، احنا مش عايزين 80 جنيه بس. مالكش دعوه بقى، هتشوف هما يعملوا ايه واحنا معانا حيتان. هما يتصرفوا. انتوا قابلين التحدي؟ هو التحدي صعب. طب الجايزه ايه بقى؟ الجايزه هتبقى 10000 جنيه اللي هتكسب من الانستجرام. يا رب 10000 جنيه. يا رب يا رب. انا ما فهمتش 10000 لوحدها ولا الفريق كله؟ لا لوحدها. امال انا استفدت ايه لما مسوع عيون كله؟ هي بقى هتظبطكوا بقى. هنتظبط ماشي. زي كده تسقف بقى. يعني هي لما تاخد الجائزه ماشي تجيب لكم اللي انتوا عايزينه. موافقين؟ ماشي يا نيره. بص بقى جدك وستك وانا ليكي على العيال تظبطيني. انا ليكي عليا همسك على بطني عشان تظبطيني. ماشي. لا هظبطك عادي. احنا اللي هنكسب ان شاء الله. طبعا هتلاقوا لينك للانستجرام تحت في الديسكريبشن وفي اول تعليق مثبت، هتروح علشان تصوتوا للاثنين لان هيبقى في تصويت. هناخد من التصويت ده اعلى تقييم منكم للي هتكسب. طبعا بغض النظر بقى عن درجات الايه الفلوس اللي هتتعمل، انتوا ليكوا تقييمكم الخاص كجمهوريه حمدي ووفاء. واضغطوا لايك. والله العظيم هنديها الفلوس بالظبط. والله هنديها الفلوس وهتشوف هي يعني اللي عايزه تعمل. يلا طب كلمه اخيره بقى. كلمه اخيره مهمه قوي قوي، تعليقاتكم اختياركم، لان انا ممكن انا جامل نيره عشان في فريقها وهم يجاملوا ندى عشان في فريقهم. ده حاجه اكيد يعني فيصل في التحدي ده. بالظبط كده. يلا مين اللي هياخد ندى؟ انا. تروحوا تروحوا مطرح ما انتوا عايزين. انا عليا ندى وحق اجيب لها ليه عشان اللي هتجيب حاجه تبقى عارفه جابت بكام عشان انا همسك انا هسجل لها. انا هسجل لها وهكتب لكم على الشاشه كل واحد اشتريت ايه وبكام. يلا يلا يا ندى. يا ندى خلي بالك الله يكرمك احسن. انا قلت النهارده التريب بتاعي. لا ما تخافش هتدلعيني. انا مدبر خلي بالك وهساعدك ولا ما ساعدكيش؟ والله يا ابني مفيش مساعد يا حمدي. ندى بتقول لي ما ساعدهاش. ما تساعدهاش وانا مش هساعد نيره والله. ايوه مش عايز حد يساعدني. ايه يلا بس عشان ورانا مشوار، ده هتلففني الكره الارضيه النهارده، هتوديني ارخص اماكن وعشان نشتري الاكل بتاعها. يلا يا ابني. يا رب وفقها يا رب عشان نكسب. خلاص بقى يا جماعه بقى ايه، نجهز لهم كل حاجاتهم على ما يجوا من بره عشان ما يبقاش اي حد ليه اي حجه. بصوا يا جماعه احنا عايزين ننقل لهم اي حاجه هنا ممكن يعوزوها. قشطه ماشي عشان ما يبقاش اي حاجه. تعالى زي تشيل معايا البوتاجاز. ارفع ازاي كامل يا زلو هيقع منه. اوعى يقع هيتكسر. اوعى خلي بالك. ربنا يستر. بس الواد زياد ده ما شاء الله عليه جامد والله. عجبني زياد. هو انا واصي نادى عليك النهارده تغذيك. هو ناقصه بس يلعب جيم 100 مللي. محتاج يشيل حديد. وانت كمان. بصوا بقى انا وصلنا الاول لان نيره يعني وفرت توفير كبير، ده الغداء والعشاء والفطار وكل حاجه جايبها في الثلاث شنط الصغننين دول. هظبطهم وربنا يستر. انا طبعا مش هحرق لها هي عامله ايه. مش هنحرق انت ونصيبك بقى. لا انا عايز اقول لك ان الله اكبر على ندى. انا خايف احسدها والله اكبر على اللي هيجي. طمنيني بالنهارده. اوعي تجوعيني النهارده. الله يبارك لي. عدى عليك ليل ونهار. يبقى هناكل وهنشبع وهيفيض وهنكسب. لا عجبتيني. انا عايز اعرف انت عملته ايه. هبدا انا بقى في فطاري. انا جبت هنا فول وعجينه طعميه، وجبت هنا حشوه طعميه عشان تبقى حراقه، وجبنه وطماطم وبتنجان وفلفل حراق وبطاطس وعيش من الطابون. هبدا بقى اجهز الفطار وهو ما كلفنيش كتير خالص. حريت تقلع. ده الفطار ده لسه الغد. اصل انا اللي عارف ومحدش لسه يعرف حاجه. احنا جبنا ايه ولا هناكل ايه النهارده؟ بس استنى انا لاحظت حاجه كده. معنى كده ان الزيت والملح مش من ضمن التحدي. يعني هما كده ايه جايبين الحاجات اللي من بره بس، الملح في البيت والزيت في البيت. طيب يلا ابدأي بقى يا مان. عايزه مساعده؟ لا شكرا. هشرب لك البطاطس. لا شكرا. انا هبتدي بالبطاطس عشان هتاخد وقت. قطعت الطماطم والفلفل، هعمل نص للجبنه ونص للفول. هنا رشيت ملح على البتنجان عشان لما تتقلي ما تشربش زيت. احط شويه زيت.
واكلهم احلى فطار من ايدي. اخليهم ياكلوا الحاجات البسيطه دي احلى من الفراخ واللحم. انا بقى هعمل لهم الفطار بتاعي فطار ملوك. اي نعم على قد بس هيبقى ملوك ان شاء الله. معايا هنا مخلل ومعايا فول ومعايا بيضتين ومعايا عجينه طعميه وهعمل لهم شويه عجه تستاهل بقهم. انا مطبخي بقى هنا في الطل بقى والهوا شريح وبرح كده والدنيا جميله خالص. اول حاجه بقى هبتدي اعملها هي العجه. هنزل كده بالعجينه كلها عليها بقى بالبيض. بسم الله. هننزل بقى بشويه دقه كده عشان نظبط ملحها وهنقلبها بقى. بسم الله. وطبعا انا دلوقتي كده حاطه الزيت على النار بيقدح. هعملها بقى كده قرص. الزيت خلاص سخن معايا كده. بسم الله. اهو الله ينور. شميني الريحه. الله ينور يا نيره. ده احنا البوفيت بتاع مطعم بقى. انا دلوقتي قلبت الباذنجان والبطاطس. هعمل بقى الطعميه هحشيها. بسم الله بالايد الاول كده. هاكله بقى انا بقى طعميه محشيه احلى من بتاعه المطعم بمليون مره. انا هحشيها بقى عشان هما اللي بيحبوها محشيه تبقى حراقه. انا عملت هنا الطماطم والفلفل علشان احط عليهم الفول يتسبك. نزل بقى الفول. الله ينور يا ندى. ندى بتظبط لي الفطار لان الفطار عندنا اهم من الغدا. يا ريتني كنت معاك يا ندى. شوف ندى ظبطت الفطار. الفطار بتاعنا خلي بالكم متكروت بس ان شاء الله الغدا هيبقى جامد. والغدا برضه عندكم هيبقى متكروت. انا الوحيد اللي عارف الغدا بتاعنا هيبقى ايه. غدا مين يا هو اللي هيبقى متكروت؟ ده احنا غدانا غدا ملوك يا هو. اي نعم الفطار كان على قده بس الغدا غدا ملوك ان شاء الله. على قدكم. احنا ان شاء الله الفريق بتاعنا الكسبان وندى هي هتكون فعلا ست البيت النهارده. يلا شوفي اكلي. يلا جهزت يا نيره. يلا اه خلاص. طب يلا بينا. جاهز. يلا بينا. ولا واحد ولا مية ولا الف وتلتمية ولا كل الدنيا دي ولا مليون. يا جدعان فطاركم خلص ولا لسه؟ بصوا بقى عشان نبقى متفقين بقى بعد اذنكم النهارده الشيف ندى. شكل الاكل ايه؟ تعالي يا ندى. اقعدي يا ندى. الله اكبر. انت لسه ما شفتيش حاجه. فطارنا احلى. عاملهم شويه فول بطحينه. خدوا عشان تشبعوا. ما تتصوروا. خدوا كلوها كلوها عادي. حلو رادا. ندى محتاجه تشجيعه. تشجيع من النار. احنا في حد من فريقنا ناقص؟ اه رماس ووفاء. يلا نغني الندى. يلا نغني الندى. وفاء يا واد يا ولعي. اه يا واد يا ولعي. خدها ونزل تلعي. من قلة اكلهم خبوا اتنين من فريقهم. يا ندى يا وفاء يا رماس. يا بنتي يا رماس. العيال سابوهم مش غلطانين. قال لك احنا هنشوف حته ثانيه ناكل فيها. بص يا دادا غلانه 100 100. بص بقى الفطار بيبقى حاجه خفيفه. المهم الغدا بيبقى حاجه خفيفه برضو. يلا يا حسن. ما تنزلش يا حسن. قرص العجه شكله اهم جمهم. اهم جمهم. استرنا يا رب واللقمه ما تقفش في صورنا يا رب. محدش يبص لنا فيها. شاطره يا ندى مشكلنا فطار عسل. شايف يلا يا نيره. الله ينور يا نيره. احنا راضيين. احنا عندنا السعاده في الرضا. والنبي يا ندى اديني حته طعميه محشيه وشويه بطاطس مقليه. المنظر فظيع صراحه. الطماطم جميل قوي مشطشط وجامد. انا عايز ادوق الفول ده. الفول ده انا واقف عليه وهو بيتعمل. الباذنجان المقلي. بص والنبي والنبي اديني واحده. يا سيدي ولا الفلفل. حسن لا بس العجه. ايه عجه؟ عجه زي دي. عندنا عجه بالبيض. احنا عندنا احلى طعميه محشيه. عندنا طعميه محشيه احلى من العجه. الله ينور عليك يا شيف يا ندى. انزلوا دلوقتي في الكومنتات قولوا مين اللي تكسب في المرحله دي. مين اللي تكسب ايه؟ ندى. مين اللي تكسب ايه؟ يعني ما بقاش اختيارات. ما النتيجه بقى ما بقاش اختيارات دي. ربي اللي هنكسب يعني. خد يا رماس عجه. مش هناخد بكلامكم ولا بكلامك. يا محمد عجه. احنا شهادتنا مجروحه. دي بنت ابني ودي بنت بنتي. صح. فالراي للجمهور. العشر بواقع هناخدهم. هناخدهم. شفت الجبنه بالوطه دي؟ شفت الجبنه بالوطه دي فظيعه. الاكل كله خطير خطير. ولسه الغدا. الله على الغدا. انت عامل بطاطس مقرمشه ازاي كده؟ بتعمل زي اللي عاملاه. ابعتوا لي شويه بطاطس والنبي كده عشان ناكل. هو انتوا ليه ما بتتكلموش؟ نفسهم مسدوده. نفسهم مسدوده يا عيني. حتى يحيى ملاحظ. يا والله العظيم الاكل علامته مش عارفين نتكلم. اه. لا نور يا نيره. اصل ده فريق مهياط. ده فريق مهياط. عشان كده انا بقول انتوا اللي هتختاروا مين اللي يكسب. بالظبط. مش بالهيصه يعني. مش بالهيصه ولا بالشهاده. ولا بالزنبليطه. كلنا كده كل واحد هيجيب اللي تبعه. ولا بالاكل. نيره لو هتكسب عشان احنا معاها. اوه. الناس اللي هتكسبها. يبقى مرحله الغدا خليكم انتوا بقى هنا ايه بتلعبوا واحنا نروح نشوف الغدا.
طبعا انتوا هنا قاعدين مروقين دماغكم النهارده، لا غدا ولا افطار ولا عشاء ولا اي حاجه. اهلا حاج شايلين هم، قاعدين نازلين. هروح اشوف البنات وصلوا لايه بقى عشان نشوفهم يعملوا غدا ايه. طمني عليهم وعايزين مساعده جاله، بس شوف عايزين نتغدى بقى غدوه حلوه. هنشوف ايه الاخبار، وصلتوا لايه؟ كده هتشتغلوا انتوا الاثنين في المطبخ؟ اه انا بقى هو اي نعم معايا 100 جنيه بس انا رحت عند الفراخجي وقلت له عايزه اصغر فرختين عندك. بصوا الدبوس بتاعه عامل ازاي، وطبعا غسلتهم ونقعتهم كويس في ميه وخل وملح وليمون وكده. معايا هنا بصل، طبعا انا هعمل لهم فراخ ببصل. معايا البصل والفلفل، وده عيش من البطاقه جايبوه، ده اللي يخرب بيتي لو جبته بفلوس كده. انا حاجتي تمام. سيبي وانا اخسر؟ لا انا برضو زيك، انت كسبتيني في الفطار انا هكسبك في الغدا. هنشوف حلو كمان، هنشوف التحدي هيوصل لفين. الله ينور يا نيره. طبعا انا في فريق نيره وهشجع الاثنين. انتوا الاثنين هشجعكم، ما تزعليش مني يا نيره. انا معايا هنا كبده غسلتهم كويس والقوانص. معايا هنا حاجه سلطه انت هتعمل لهم كبده وقوانص وايه يعني؟ ومكرونه. وجهزت هنا الصلصه، وهنا بصل وفلفل وحاجات يعني للسلطه عشان يتظبط على الاخر. الله ينور. انا كنت بقول لكم ان احنا النهارده هنتدلع. ليه بقى؟ يعني الفراخ عادي، احنا الحمد لله بناكل فراخ كتير، ولكن الاكل ده بقى لنا ياما ما كناهوش. من امتى بقى؟ انا مش فاكر اخر مره كنا فيها كبده وقوانص. لا الحكم للجمهور كده. اكله ندى اللي هي مكرونه محمره يا ندى، صح؟ مش بطماطم. أوه. مكرونه محمره ومعاها الكبد والقوانص والسلطه. انت كتير ما اكلتش مكرونه محمره؟ يوه ما كناش قبل كده اصلا، فاحنا مبسوطين جدا. ونيره الفريق بتشجعها. طبعا هشجعهاش ليه يعني؟ شجعها. لا الله ينور. كده هنشوف برضو الاسعار، لان الاسعار خلي بالك يا نيره الاسعار هي اللي هتحكم في الاخر. هو الفراخ اي نعم خربت بيتي، بس هي ان شاء الله هتاكلها وتشبعها. لو انت لو كنت في مريا كنت هتشجعني ولا هتشجعني؟ هشجعك انت طبعا، عشان انت اكلك احسن، انت مدبره اكتر. طبعا هشجعك انت حتى لو انا ضدك. طبعا. هو انت فاكراني منحاز ليك عشان انا فريقك؟ لا يا ماما، ده انت عشان انت احسن، عشان انت اكلك احلى. خلاص اطلع بره عشان ما تطلعهمش بقى، ابتدوا في الاكل ونشوف مين اللي هتخلص الاول. ماشي. لو احتجتي تقشير حاجه انا بعرف اقشر، حد يولع لك البوتاجاز بعرف اولع. ممنوع تساعد حد اصلا. مش عايزه مساعده يعني؟ لا شكرا. مصممه ان هي تكسب بمجهود. وانا احب ده. وانا هصوركم انتوا الاثنين. هتشتغلوا في نفس الوقت؟ احنا مش هناخد كده كده عيون كتير مع بعض. جه دلوقتي الدور بقى ان انا ادي الصدمه للفراخ. حطيت شويه سمنه وسخنتهم جامد قوي، وهدي لها الصدمه كده اهو. هي سيدي خلاص انا زدت الفراخ كلها كده بقى، هنزل عليها بشويه بقى كده فلفل اسمر وملح وكمون وشويه بهارات كده على بعض اهو. انا بقى دلوقتي هبدا بتحمير المكرونه. والله هتحمري مكرونه تقليها، برده انا اللي هكسب. لا على فكره زي الفطار زي الغدا. لا انا اللي هكسبك ان شاء الله. عشان انجز هعمل كبد وقوام. هنزل هنا البصل والفلفل، اقلب بقى المكرونه احمرها كويس، وارش شويه دقه على البصل، سيبه بقى يتشوح براحته. نفس الوقت برضه عشان انجز بسرعه هعمل السلطه على طول. بقطع الخيار، هعمل لهم احلى طبق سلطه يكسبني، اخليهم يتبهروا باكل. مش هتبقى احلى من الفراخ بتاعتي؟ مش هتبقى احلى منها؟ مفيش احلى من الفراخ. على فكره السلطه لوحدها هتبقى احلى. كده لا الفراخ هتبقى كده. ماشي هنشوف. هما برضه اللي هيحكموا وهما اللي هيصوتوا. صوتوا لنا بس قولوا برضه ما تجملوش اي حد وخلاص. دلوقتي المكرونه اتحمرت حلوه اهو، هنزل بقى الصلصه. الله ينور عليك يا ندى يا مش يا سارة. جميلة عشان هي فريقك جميلة. بس يا بنتي يا تبع الفريق الخسران. انا خسران يا خسرانين. ابهريني يا ندى، يلا ابهريني هتعملي ايه تاني؟ احط معلقة ملح كده. الله ينور. واحط شوية فلفل اسود. انت هتخسري هتخسري. انت اللي هتخسري. هتخسري. الناس اللي هتخسر بعد. بص انا دلوقتي بقلب الفراخ ده عشان تاخد صدمة من على الوش التاني. بتروحي عسليات. بنريحكم بالغدا. الله ينور يا نيره. الله ينور، الريحه جابتني ما شاء الله. دورك. الله ينور عليك. عارفه ان هي طالعه من جامله؟ لا بجمله حقيقي. لا لا انا مش في طريق، انا بشجعها ليه مش في طريق. على فكره بجد الله ينور عليهم. حلوه بس انا بتاع الاكل احلى. والله العبره بالنهايه، هنشوف في الاخر مين اللي اكلها حلو ومين اللي اكلها. انت عارفه انا مش عايزه اخسر.
مش عايزاكي تخسري، احنا عايزين احنا الاثنين نكسب. بس ازاي وعرقي؟ ممكن تتعدل على فكره. اه تصدقوا ممكن تتعدلوا وتكسبوا فايزه؟ لا تعدل ايه، تكسبي يا ندى. اه ماشي ندى، ما تخليهمش يضحكوا عليكي. بس مش كده، البنت دي شاطره برضه. لا شاطره بتاع ده، عايزه ارفعك يا وفاء، عايزه اتجوز. اه صحيح، هكمل الانتريه يا ندى. هتديني 2000 جنيه اكمل الانتريه؟ كل حلقه عليك الفلوس كلها يا سيدي. عطست يا سيدي. ايوه كده شجعيها. بعد ما البصل اتشوح هنزل بقى بالكبد والقوانص، هحط ملح وفلفل واسيبها تاخد الصفر. انت يا بنت كنت نفسك خالص ليه كده؟ احنا عايزينك تنشفي شويه. انشفي. خلاص بقى الفراخ بتاعتي خدت السمنه وخدت اللون الذهبي الجميل خالص ده. هنزل بقى عليها ببصل كده مقطعاه شرايح بالشكل ده مع قرن فلفل كده عشان يديلها طعم بقى. يا سلام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نسيت البصل كله كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بشويه بقه كده. اه الريحه، انا جوعت. وهغطيهم بقى كده زي ورق السلوفان وخلاص كده، اسيبهم بقى ياخدوا يدوا مع بعضيهم كده وادوا احلى فراخ بالبصل. الريحه جميله. انا يا رب صراحه الله ينور عليك. من قلبك والله. لا بجد الله ينور عليك. بس احنا اللي هنكسب برضه. انا كنت لسه هو بيقول لي كده عشان انا اللي كسبت ياخد من فلوس اساعده. تعالوا كده وبصوا بقى الجمال. الله والله ما حد جميل غيري كندا يا عسل انت. الله اكبر. بصي المكرونه نازله بتزغرط. اكله على قد ما هي بسيطه يا ندى، بس معموله بمزاج، معموله بفن وتوفير. ايه رايكم بقى؟ الله ينور عليك يا ندى يا عسل. اللهم صل على جمال النبي. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بصي المكرونه نازله مفيش اتنين لازقين في بعض. بصي بقى مش المكرونه بس، ده الكبد والقوانص. بصوا شايفين إيه الجمال؟ انا اول مره اشوف كبد وقوانص ليها ريحه كده. انت عامله كباب، عامله كباب. بص بقى تعالى لي هنا بقى، بص اللي انا عملته. انا عملت هنا الفراخ اهي، خلاص خدت الصنه وتظبطت وشكلها حلو. الله متاكلين معاك يا بنت بالفراخ يا سيدي. لا خليك مع فريقك يا بابا. بص ايه الجمال ده؟ شميني الريحه ولا مش شميني؟ اكيد الريحه وصلت لك يا سيدي. يا سيدي لا ومش كده وبس، بالعيش كمان. الله ينور عليك يا نيره. بس يلا بقى عشان احنا بطننا سوسوت. عملت سوسوت. انت تبع فريقك، انت تقول لي فريقك، انت تقول لي انا ليه. انت غليله مع البنت العسل الكيوت دي. سفره علي النعمه، ينفع تعمل وليمه وتعمل عزومه؟ هو ده الغدا بتاعكم؟ يعني انتوا هتاكلوا فراخ بالعيش؟ الله اكبر. أيوة الله اكبر. يا رب تجمعوا النهارده. الله ينور. الله اكبر. الله اكبر. كده اكل جاهز. بصي يا بنتي يلا بينا. هو والله رزقك، انا مستعد اجل الجواز سنه كمان وخد ال 270 جنيه اللي في جيبك. بصي اجل الجواز شويه، مش والله تستاهلين، والله تستاهلين. والله العظيم الريحه جامده. الله اكبر. تسلميني كده. بس الاكل بتاعنا ما شاء الله. بص هما بقى ايه، هما راحوا جابوا فراخ وهياكلوها بالعيش. يعني ايه؟ لا ما فيهاش عيني. ما فيهاش تاكل كده. فكروني بنفسي زمان، كنت باخد مصروف مثلا 5 جنيه وانا رايح المدرسه اجيب صباعين موز واحطهم في الفين واكل. انت باخد 5 جنيه؟ اه انا كنت باخد نص جنيه. ما انا على ايامي كنت باخد 5 جنيه. ما حضرش الربع جنيه ده. ما حضرش الربع جنيه ونص جنيه. الربع جنيه مخروم. انا عملت الاكل واتشبرقت. يلا بينا يلا، عشان الجماعه جاعوا كله جاع، الفريقين جاعوا النهارده. والاكلتين الاكلتين حلوين، والتقييمكم هو اللي هيحكم ما بين مين اللي تكسب النهارده. استنى في بصل اخضر، انت بتحب البصل؟ ما حطيت طبق بقى. لا بقى. لا بصل مقسن. استنى انت بتكسبي، احنا عايزينهم ما ياكلوش اصلا. لا 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 حط. لا ايوه مالهاش دعوه. حرام والله طعمه وريحته جميله. ايوه كنت بحط فيه. حبيبتي كده بتساعديهم. الله يسهل لهم. بتساعديهم انت بتبقى معاهم ولا ايه؟ لا ناكل بقى هنا علشان الفريقين يبقوا باينين كل واحد بياكل ايه. تعالى يا ماما. بص نيره بقى عملت فينا ايه. اعتقد ان نيره هتكسب النهارده. ايوه طبعا ما فيهاش كلام. اه تعالى يا حبيبي. بص حط هنا عشان احنا بناكل لوحدنا. او نبص نلاقي مد ايده كده ولا مد ايده كده. لا احنا هنقعد هنا مع نفسنا. احنا ممكن نستاذنكم في ورك بس. لا ولا لا دبوس على الله. دبوس اتكل على الله. تعالى يا فريق. يلا يابا تعالى. الله ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. بص يابا بص يابا احنا قدامنا ما شاء الله ولمت اكل، هم قدامهم طبقين. يا هنا تعالى. فراخ. يعني احنا بروتين. لا بس قولوا كلمه حق، ما شاء الله السفره عامله ازاي. والله العظيم سفرتنا احلى. انت عايزاني اقول رايي؟ لا وانت في الفريق ده. طب صل على النبي. هنا حلو ما شاء الله وفي ربنا كتير. وهنا حلو بس هنا وهنا 10 على 10 وهنا 10 على 10. الله ينور. تصنيف الفريق بقى، تصنيف النيره. اه النيره كسبت النهارده. لا 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 النادى يا عصيفه النادى. بصوا بقى استنوا بقى استنوا استنوا. تشجيع النادى حلوه كده. تشجيع من نفس. تشجيع من نفس. تشجيع من نفس. تشجيع من نفس.
تشجيع من النار، تشجيع من النار. بصوا بقى انا معلش انا عاوز اكل وعايز ادوق الكبده دي. انا دي حفيدتي ودي حفيدتي وجمهور الله يشهد. لا بس احنا بنقول شهاده حق يا ماما لو سمحت. ده لسه بقى في مفاجاه بقى، اصل انا هحرقها بس معلش مش قادر امسك نفسي، عايز اغيظهم. احنا عندنا حيل. تشجيع من النار، 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 تشجيع من النار. دي بقى مقادير الرز بلبن: ربع كيلو رز، كيلو لبن، كوباية سكر، وكيس فانيليا، وكوبايتين مية. حطيت الرز في المية وحطهم على النار يستوي. معايا هنا مقادير الزلابيا: ربع كيلو دقيق، ومعلقتين زبادي، ومعلقة سكر، ومعلقة نشا، ورشة بيكنج باودر، وخميرة. وهعجنها كويس بالمية الدافية. بعد ما الرز استوى هنزل عليه بالسكر واللبن. معرفش اسفر. الله ينور يا ميرة. زلابيا ايه يا عم، نجيب لنا زلابيا. سمع هوس، بعد اذنكم وبعد اذن القاعدين فريقي عايزين نغاز. هنحلي. طب ما احنا برضه احنا هنحل اهو. امال ده ايه؟ هو انتوا كده بتحلوا؟ اديني طبق، اديني طبق. هم كفايه عليهم كل واحد بقلاويه. الصراحه لو انا كده بنحل، لو انا مكاني الناس اللي بتتفرج دي لا هنخسر. والزلابيا حلوه والله، والرز حلو، بس انا خدت الرز مش عشان تكسبه او تخسره، لا عشان احنا عشان ما بتحبش الزلابيا. انت بتحب الرز. انا خدته حبا في نادى ودقت ده حبا في ايه، في نيارة. حسن خد زلابيا اهو. خلي بالكم كده الحكم هيبقى على ثلاث حاجات. اول حاجه على الاسعار، كل واحده ايه صرفت ايه من ال100 جنيه ماشي، فانتوا تحسبوا لهم في التعليقات. الحاجه الثانيه من الانصح واللي اختارت وجبات حلوه، اللي شبعت فريقها برضو. ومين اللي شبعت فريقها؟ اهم حاجه انتوا اتبسطتوا يا فريق. انا فريق، انا كفريقك اتبسطت. انا عايز اهم حاجه لو سمحنا ده، الله يسامحك. طيب باظ النهارده، انا عتقن عتقن بصراحه. البنتين الله اكبر عليهم والاثنين شاطرين، فانتوا لو عايزين الاثنين يكسبوا برضه هناخد برايكم في الكومنتات وفي التصويت على الانستجرام عند حمدي. هتروحوا دلوقتي على الانستجرام اللي موجود تحت في الديسكريبشن، تصوتوا لندى او تصوتوا النيره زي ما انتوا عايزين، واللي تشوفوه اعملوه. لا وتحط تعادل برضه عشان البنتين يعني لو كسبوا الاثنين في تعادل. لو في تعادل دي هتاخد 5000 ودي تاخد 5000، نقسم الجايزه ما بينهم ماشي. انا هاخد 1000 واحد بس. انا عن نفسي حلوه برضه. كليتها اهي. ونشوفكم ان شاء الله على خير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو التحدي عجبكم اضغطوا لايك عشان نعمل تحدياتنا بينهم تاني. وحطوا لايك ونشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه.